السلام عليكم ولاية غردايا وبالضبط ودنشو جريمة قتل راح ضحيتها الأم وابنتها من طرف زوج الأم منذ كم يوم ولم اكتشف الأولاد اثنان ذكور أولادها الحقيقة عن هذا المجرم اللي هو زوج أمهم وقاتل أمهم وأختهم حاول التخلص منهما كذلك يريد دفنهم فضرب الأول وسقط غريق في دمه ولم يقوى على الهروب في حين هرب الأخ الثاني وصرخ بأعلى صوته يا حتى خرج جميع سكان الحي أتوا حتى من بعيد من حي واد شو الله يرحمهم يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته